كمان رح تحكي عن آية بتحكي من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. هاي الآية مشهورة عندكم نقرأها كتير، ما هيك؟ بال يعني احنا بفترة عيد الميلاد دائما نقرأ هاي الآية، يعني بالدخول الصغير دائما الكاهن بيرتل هاي الآية هو عم يدخل على المذبح، بيقول من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك بعيد الميلاد. ليش نحن عم نقراها بعيد الميلاد؟ لأن هي عم تحكي عن ولادة الابن من الآب قبل الأزل، قبل كوكب الصبح، قبل كوكب الصبح، قبل الخليقة يعني ولدتك. إذن هو مولود من الآب قبل كل الدهور. فهي الآية من المزامير، اعتبرت الكنيسة أنها هي إشارة إلى الولادة الأزلية للابن. النص باليوناني بيقول إكغاستروس، من الرحم أو من البطن، برو يوسفوروس يوسفورو إكساجينيسا سي، يعني ولدتك. طيب إذا بحثنا عن هاي الآية في الترجمات العربية الموجودة بين يدينا، فسنجد النص مختلف تماما، لأن طبعا مثل ما قلنا لأن هاي الترجمات لم تؤخذ عن هذا النص اليوناني. الكلمة بالأساس ولدتك هي تقرأ بالعبري يلدتكا، يلدتخا، 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 يعني ولدتك، نفس القريبة للعربي. كيف شكلوها المسوريين؟ لاحظ نفس الأحرف، بس هن شكلوها بتشكيل آخر، صارت يلدتا يلدتخا، 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 يعني إذا بدك تقربها للعربي ولدنتك، مش ولدتك، صارت ولدنتك، يعني ترجموها حداثتك، صباك، الحداثة، الصبا، نحن نقول ولدنة يعني ولد. هلأ عبارة مسحار، يعني هي قبل السحر، مسحار قبل كوكب السحار، هو كوكب الصبح، قبل كوكب الصبح كتبوها مسحار، مسحار يعني الفجر. شو صارت عندهم؟ صارت من بطن الفجر، من بطن الفجر. كيف بنقرأ الآية؟ وفي كلمة لك طلوا مضافة إلى النص العبري، صارت من رحم مسحار، يعني من رحم السحر، لك طلوا، لخا طل، نفسها لخا طل، يعني لك طل، يلدتخا، حداثتك أو ولدنتك. تغير المعنى كليا، ما بقى في أي إشارة للولادة، ولادة آب وولادة، كل الكلام اللي بتقرأه الكنيسة وبتفهمه من الآية صار غير موجود. هاي ترجمتها من بطن الفجر لك طل حداثتك، بدلا من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك.